أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan NPP 4.34.